الحسن أبو علي، علي أسد كاد أن يسجل وسط صيحات جماهير السد، فرحة وسعادة، بيب بيب بيب، يا عظمة عيال الديب، صافرة النهاية، ويا لها من نهاية. جان لوكا روكي الحكم الإيطالي يطلق صافرته، الزعيم زعيم على طول، الزعيم كبير على طول، وحدك بهالدنيا زعيم عالمي. نعم هو من جاء ثالث للعالم في 2011، هو من جاء زعيما للكرة القطرية، هو بطلا وزعيما للكرة الآسيوية. السد بطلا لكأس سمو الأمير الـ45، الرهيب خسر بشرف، والزعيم فاز بالزعامة، بالقيمة، بالمكانة، بقيمة كبيرة، بقدرات فنية غير طبيعية، قدرات بدنية غير عادية. واجه فريق كبير شرس، فريق يستحق البطولة، ولكن الزعيم ما حدا يطوله. البطولة الـ16 لك يا زعيم، بقيت وستبقى لزمن طويل زعيم. السد بطلا لكأس الأمير الـ45 هنا مع حفل تدشين استاد خليفة المونديالي، تمهيدا للتحضير لكأس العالم 2022 بحضرة سمو الأمير. أغلى الكؤوس من نصيب الزعيم. مبروك للسد، خسر بهدف ولكنه عاد، وأي عودة، رجع وأي رجوع، تفوق وأي تفوق، فاز بهدفين وكان من الممكن أن يزيد الغلة. مشاهدينا الكرام، أحداث جميلة وعظيمة وكرنفال رياضي كبير بحضرة سمو الأمير، بحضرة رئيس جمهورية كرة القدم إنفانتينو، بحضرة سمو الشيخ جاسم شيخ الشباب وأصحاب السمو والشيوخ وأصحاب السعادة. لكم جميعا كل التقدير على هذه اللقطات التاريخية، هذه اللقطات الحية من ملعب واستاد يسع ل 47,000 متفرج حضروا فرحة وسعادة ومؤازرة لفرقهم. ولكن فاز الزعيم لخامس مرة تاريخيا في سادس نهائي بينه وبين الرهيب. لا تحزن يا حبيب العمر، لا تحزن يا مشجع ويا حبيب للرهيب، اجتهد فريقه، تفوق وصل، ولكن اصطدم بفريق كبير عظيم هو فريق نادي السد. البطولة الـ67، نعم البطولة الـ67 في تاريخك يا زعيم. أي بطولات، أي إنجازات، فريق عمره العقلي أعلى وأكبر من عمره الزمني، تأسس عام 69، يجمع البطولة الـ67، تاريخ يسطره نادي السد وبأحرف من ذهب، والكأس الغالي لمن يستحق ذهب. نعم اجتهد الريان، اجتهد الزعيم، ولكن فاز من يستحق الفوز وخسر من لا يستحق الخسارة، ولكنها أحكام كرة القدم. غريبة يا كورة أحوالك، تقدم الريان وبعد كده يمينك راح على شمالك. مشاهدينا الكرام، تحياتي معلق اللقاء التاريخي في اليوم التاريخي أحمد الطيب، هنا من استاد خليفة المونديالي، على أمل أن نلتقي وإياكم إن شاء الله مع لحظات التدقيق. زملائنا الأعزاء، إليكم الميكروفون على أن نعود للقطات التاريخية، لقطات مصفحة سمو الأمير ورفع الكأس الغالية، كأس سمو الأمير الـ45 مع لقطة هدف الانتصار. حمرون يسجل أغلى جون، وتشافي كالعادة قمة في الإبداع، له في صناعة المتعة باع. تيكت إيزي تيكت إيزي، فاز السد يا عزيزي. إليكم الميكروفون.